نركز على بكره مع الجروب تبعونا الصبح بتكون اروق. ما في يعني وقت محدد، اوقات الصبح او بعد الظهر. انا شخصيا ما عندي مشكله بحاله وقت بقدر بركض فيه، بس ايام لما بنركض كتير يعني لما بنركض كجروب بالنادي بنركض عشيه يعني صبح الساعه 6. Not in the morning, definitely not in the morning. Not 6:30. It's good for me. Not 6:30 a.m. أنا كتير بحب أركض على الكورنيش، العالم كتير بتسليني. تقريباً كل يوم بركض بقلب بيروت. من ضمن الركض اللي بركضه ببيروت ثلاث أرباعه كمان بيكون على كورنيش بيروت. تجذبك لتركضي فيها أنه فيها كورنيش، منارة، للروشة، للرمل البيضاء. بيروت like high go down going up like so sometimes it's like الركض وين ما كان حلو، بس عنده ميزه ببيروت انه انت بيصير في عندك يعني انتر اكسيون او علاقه كثير قويه بينك وبين الناس، بين الجو، بين البيئه، بين الناس اللي عم بتبيع، بين الناس اللي عم تتمشى، بين الناس اللي عم تتصيد. انا جروب دفتر اكيد. انا لا بركض مع الجروب ومش حالة جروب التريننج تبع بيروت ماراثون. بحب اركض ببيروت اكثر شيء ومع رفقاتي اون جروب. Running with elite group. Running definitely takes a toll on my life. I do it only because of my mom. It's very simple. Yeah. I'm forced to run. Two marathons I've run is for you, Madame El Khalil. Just for you. بتعطيني انرجي اكثر بالنهار وبحس حالي مبسوطه. بتزيد بدمك يعني بتحس النهار اللي ما فيك تركضي فيه في شيء ناقصك. I'm feeling good, I'm feeling free, and then everything is good really with running. You feel at ease with all the challenges that you're facing. It's an addiction. Running is an addiction.